المسيح الأول المجد من حقه أن يتكلم ويحكم لأنه الوحيد الذي بلا إيه خطيئة، هو الديان، فهو الوحيد اللي بلا خطيئة، فهو وحده من حقه أن يتكلم ويحكم لأنه هو أوريدي هيحكم يوم إيه الدينونة. قال ها أنا آتي سريعا أجرتي معي ليجازي كل واحد حسب أعماله، فهو الديان فمن حقه يحكم. ومع ذلك اللفت نظري جدا في الآية دي المسيح عليه المجد لم يستخدم هذا الحق الإله الخاص به وحده أنه يحكم على الناس، ما رضيش يحكم. خلي بالكم من الكلام، قال لهم بالرغم أن أنا معايا الحق وعارف عنكم حاجات كتير جدا أحكم بها عليكم، لكن الآب أنا سايب الموضوع ده لإيه؟ لله هو اللي الله الآب اللي هو متحد بيا هو اللي هيحاسبكم يوم الدينونة يوم الحساب. نتعلم منها إيه؟ إن لي أشياء كثيرة أتكلم وأحكم بها من نحوكم. يعني ممكن يكون الإنسان فينا، أنا قعدت أتأمل في الآية دي، يبقى عارف حاجة عن فلان أو عن فلانة ويقدر يتكلم ويحكم وهيبقى كلامه صح أو كلامها صح. لكن المسيح على المجد أخذ أنهي طريق؟ إنه يتكلم ويحكم وإنه ما رضيش يتكلم خالص. ها؟ ما رضيش يتكلم خالص. ليه ما رضيش يتكلم؟ خايف منهم؟ حاشا. أمال إيه؟ عشان يعلمنا تهلكا لنا مثالا لكي نتبع اثر خطواته. احنا نقدر نتكلم ونحكم لما يكون معانا الحق كله، بس ممكن حتى لو اتكلمنا وحكمنا هنضر اللي قدامنا وهنتعبه في حياته. الافضل ايه؟ نسكت. كثيرا ما تكلمت فندمت، اما عن السكوت فما ندمت قط. احيانا كثيره بيكون سكوتنا وعدم كلامنا افضل مليون مره من احنا نتكلم حتى وناخد حقنا. يبقى الصمت احسن، الصمت حكمه. في مثل فعلا اجدادنا مثلا الامثله العاميه بيقول الصمت حكمه والسكوت سلام. انا جايب عندي كتاب كبير جدا كده، كبير جدا مرجع كبير عن الامثله العاميه وقصصها، هقول لكم المثل ده بقوله كتير بس هقول لكم. بيقول الصمت حكمه والسكوت سلامه. كملت المثل ايه؟ لولا نغمك يطير ما وقعت في الندامه. ايه قصه المثل؟ واحد بيحب يصطاد يمام وحمام وعصافير وحاجات زي كده، فخد البندقيه الصيد وطلع بقى في وسط الحقول اصطاد اصطاد اصطاد، وجي المغرب كده قاعد تحت شجره التوت كده على حرف الترعه في بلدهم، نظف البندقيه وقعد بقى يرتاح ويروح. بص سمع صوت طائر عمال سو سو يغرد، بص كده لقى واقف على اول فرع اللي فوق راسه على طول، اول فرع مكشوف مغري للصيد. فقال بص انا نظفت البندقيه خلاص. فضل الطير ده واقف يغرد، فقال له انت مصمم ليه؟ برضه وقف يغرد. قال ده انت منهاش بقى مصمم بقى. راح معمر البندقيه وديب راح واقع قدامه على الارض. فبص له كده وقال له الصمت حكمه والسكوت سلامه، لولا نغمك يطير ما وقعت في الندامه. ايوه. فاحيانا كتير جدا بيكون الصمت حكمه فعلا والسكوت افضل من الكلام، لان الواحد احيانا لما يتكلم بعد ما كان صاحب حق ممكن يطلع كمان ايه؟ غلطان. عشان كده المسيح المجد ناخد منه نتعلم منه من خلال هذه الآية المقدسة إن لي أشياء كثيرة أتكلم وأحكم بها من نحوكم، لكن مش حاسب أنا حاسبها لإيه؟ للذي أرسلني هو حق، حاسبكم للحق الإلهي يوم الدينونة، ربنا هياخد حقه منكم تمام.